المرجو الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى تتوصلوا بجديد الحلقات. مرحبا بكم في عائشة ريسيبيز. اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير حلوة مليونير. تحتاج في المقادير 200 غرام من البسكويت، ممكن استخدام أي نوع بسكويت متوفر لديكم أو ممكن صنعه في المنزل كما فعلت أنا، ب 50 غرام من الزبدة، 50 غرام من السكر، 100 غرام من الطحين والقليل فقط من الماء لجمع العجين. قمت برقه جد رقيق جدا ووضعته في الفرن لمدة 14 دقيقة على درجة حرارة 150 حتى أصبح لونه بهذا الشكل، حتى نحصل على بسكويت كالذي نشتريه في المحلات. وسنحتاج إلى ملعقة كبيرة من بشر البرتقال، ملعقتان ونصف من الزبدة مذابة، 100 غرام من الشوكولا السوداء مذابة، والقليل من اللوز مطحون للتزيين. نقوم بطحن البسكويت جيدا باستخدام مونينكس، ولكن أستخدم فقط يدي. ممكن إضافة بودرة اللوز أو جوز الهند مطحون لإضافة نكهة أكثر. نقوم بطحنه بهذا الشكل. نضيف قشر البرتقال محكوك في حكاكة رقيقة، ثم الزبدة مذابة، نخلطهم مع بعض جيدا. نأخذ قالب مستطيل أو مربع، نضع فيه الطبقة الأولى طبقة البسكويت، رائحة البرتقال جد 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 رائعة. ممكن وضع بشر الليمون أو الحامض، يبقى لكم الاختيار حسب النكهة التي تريدونها. ممكن وضع فانيلا أو القهوة سريعة الذوبان، هنا لكم الاختيار. يجب الضغط على البسكوي جيدا حتى يتساوى. ممكن استخدام ظهر الملعقة. تأخذ ملعقة. بعد أن قمت بتسويته جيدا بظهر الملعقة، سأضع عليه الشوكولا السوداء مذابة. بعد أن قمت بإذابة الشوكولا تركتها لمدة 5 دقائق حتى أحصل على هذا القوام. يجب أن أتأكد أن الشوكولا في جميع الزوايا. بعد أن انتهينا سأقوم برش عليه القليل من اللوز مطحون بهذا الشكل، نتركه جانبا حتى يجمد الشوكولا. بعد أن جمدت الشوكولا سنقوم بتقطيعه قبل إدخاله للثلاجة. سأقطعه بهذا الشكل. مليونير بعد ما كتوجد فهي كتكون بهذا الشكل هذا. بعد ما كتبرد في الثلاجة كنقدموها بهذا الشكل، كتجي سريعة ولذيذة بالنسبة للضياف اللي كيجيو على غفلة. ممكن تقدموها لهم راه كتحضر في ظرف 5 دقائق كتكون وجدات. تديروها كتوجدها تدخلوها للثلاجة قطعوها وقدموها. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى تعجبكم وديروا جيم وتابعونا في لاشين باش ديما توصلوا بجديد. نشوفكم في فيديو اخر مع وصفة جديدة. الى اللقاء.